عرفتك يا حبيبي، هذا حالي السهر اللي قولوا له بمحبتك سامع ناصر مو بداخل معك. يا ايوه حبيبي، هذا حالي في الدول عينك كل حياتي. دبل 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 عيال الدبل ربعي شغل الدبل غاني ناصر، شغل غاني يا ولد. جبت لي سماعة 4K ذي، مش اسمها والله ما ادري ايش اسمها. المهم انها شوف شوف اسمع صوتها. ابو 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 عيال الورد، الورد قفلوه، لب عينه ذا منه وذا هذا منه. نواف يا نواف، ارفع 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 الورد 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 الورد. حلو قفلنا الورد. دبل 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 يا عيال. بو 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 عيال القومه لا تروح حدا عن منثوره. المهندس ربعي يا ربعي ربعي يا ربعي يودين ها عيال ياسك ربعي يا ربعي الله يعزك يلا وجهك انا بابا بابا يلا عادي عادي انجلدنا. ابن ابوي عد بالراح عم الضيق. تعال تعال مستوى ما والله ما لونكم اخر الشهر يا عيال اكثر منه يا تحل يوم قبل يوم هذا منه هذا منه جالك مشروب يا سبيكه رجال عين من الخير بس لا اصنك كف. انا ما انت فايز ان قال الله ما انت فايز. محسن العامري منور تكفون يا عيال الفوز جولتين بعدين. وش اللي ما وش اللي ما في مستوى؟ شوف 29 29 انت ودك ودك تسولف بس لا تسولف لا تسولف. عيال تكفون دبل مو دبل نواف ادخلون مهندس الحاله والدعمي نواف نواف يا الطقوع قمت تاخذ ذي تاخذ الدبابه وذي تحطها ايش ايه قد انا نام وياه وسولف معاي اخر الليل غيروك هذا. وانت رايح الرياض لو انك رايح نيويورك ايش بتسوي؟ ايش دخلك يا اخوي انت ايش طلع دخلك بطنك يا اخوي دب ذا دب مو شرط تراك من طريف تراك من طريف اها مستنقص تراك من طريف اها مستنقص هذه طريف والله مالك حق. شوف انك تدس السم في العسل مو قصة اني مستنقصهم بس تراك من طريف. الطريف ما قد شفت واحد من اهل طريف مع دب. لا وراك شيء لا تكسر العادات والتقاليد على هذا الوجه العظيم. في احد من طريف مع دب؟ اي والله يا اخي الدب كذا يحطه. والله تغيرت يا سعود غيرتك الشهره والله. شباب باقي 10 ثواني دب دب اضربوا عيالك فون 10 عيال تكفون عشر دول انا نضمن جول يا بجحفلنا. نواف لب قلبك يا نواف يا رب يا لعن ام الضيقه يا لعن ام الضيقه يا لعن ام الضيقه. لا 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 ارحب احلى يا عيال ما يصلح ما يصلح يا والله ما يصلح. احلى اثنين يا احلى اثنين بيض الله يا لعن ام اقول والله العظيم يا ناصر انك ما في مستوى يا ولد شحم ذا ما في مستوى. احلى اثنين بيض الله وجهك احلى اثنين. وش اللي ما في مستوى؟ ترك فايزن بسكور كلكم كل الدعم فرق 1000 وتقول لي ما في مستوى؟ ضيفوا ضيفوا الداعمين يلا يلا في جوله ثانيه. نواف لب عينك شواش محسن العامري هند ناصر لب قلوبكم والله ما قصرت. يا تكفون ضيفوا الداعمين يا ضيفوا الداعمين ضيفوني خلوني اوصل مليون عاد. ضيفوا ناصر سبيكه يستاهل عيال نبي نوصل مليون بسرعه يلا يلا بسرعه يا شباب. يا الداعمين ضيفوا ينزلكم صناديق عندي وعند ناصر لب بيض الله وجيكم مهندس كل الداعمين يلا يلا فزعلنا. بسم الله والعن شكلك يا الصورة البطلة هلا والله بس الصورة يا ولد حلوة سألك بالله حلوة وسبي أشوف هي حلوة الجودة حلوة بس وجهك سبيكة. صح اليوم غنيت في البوليفارد انت وجهك اسمع السالفة علمني السالفة بيت الله اليوم لو مخليني اطلع الفنان
اللي كان يغني في المسرح ورب الكعبة. لا أنا كنت واقف كنت واقف جنب واحد. ابو خميس ما عرفنا لك، الله يطول بعمرك. تقول انا ما ابي اصير فنان، مو أبغى والحين أنا لو بطلع بقول لهم إني لا تشغلوا موسيقى، بس أعطوني ميكروفون وبسمعكم، يعني فاهم علي؟ مو أقصد اها ايه أعطيه كذا شلون؟ أسوي لك مقلب اللي يتابعون كلهم. كذا فهمت علي؟ يعني بتسوي مقلب في البوليفارد؟ مستحيل. بسوي والله العظيم لو اني ماسك الميكروفون لاسوي مقلب والله، يعني بتسوي مقلب في البوليفارد؟ كلهم مقلبهم بعدين اصدمهم. كل الناس يعرفونك الله يهديك، لا يعني كل الناس، في ناس كل لا، الناس بيعطونها، كل الناس بيعطونك وضعية اللي اوه هذا صوت، بعدين اوه كلهم يدرون ترى. بس نكسب شهرة. لا مو كلهم يدرون، لا والله في ناس ما تدري. سعود انا ما قد سمعت صوتك، بالله بالله سمعني. الصوت هذا طلع في الحمام طال عمرك، مو بهنا. غنزي. طب انت تطلع يلا اسمع. يقول مريت البارحة ثاني الليل يا ناصر، وأكلت ستيك بعدين ايش بإذن فيك الله. لابس اسود في اسود؟ مسدس يا طويل العمر انت؟ ايش فيك؟ سلاح؟ انت بلا يشوفونك الشرطة يصادرونك. يا أخوي ما أنت لو تقول أنا لو أشوفك من بعيد مسوي بودجارد انت، راسك هذا مثلث ذب ذب يعني، بطل بيعطوني حظر تنمر، حسبي الله عليك. تك تك ها تنمر علي ناصر. وش بالله، غن غن يا اخي، انا ابيك تغني. الي الجولة ما فيها دبل بعد، انا هي مبسوط. تعال بيبي 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 تدري كم تخيل على اسمنا استوى بس عيال بالله كبسوا. اللي ما ضغط الشاشة يضغطها، لأن أنتم يعني ناصر ليه ما 2800 بس. ها يا كبسو كبسو ليش ما تزوج؟ للحين أدور بنت الحلال. الله يرزقك فالك آمين الدنيا. يا رب آمين. لا تسوي كذا ترى ما أحب. يقول يا ليل يا جامع ما على ودي قلبين، آخ والله 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 واحشني موت، موت خاف بعدك أموت والله واحشني موت خاف بعدك أموت. بالله حلو صوتي بالاغنيه ذي، والله ما شاء الله. لا نبي معشوقتي العام ما يعني العامري، يا عيال تكفون تكفون يا عيال شدوا مع الدعم. العامري لبى قلبك يا العامري. يا بيبي دحوم ابو الطيب نبي معشوقتي يا حبيبي لو سمحت. اسمع ترى ما قد سمعت انت وزلفك ذا اللي واصل هنا. يلا انا حاب زلفي اطول منك يا عبد الرحمن. شين يلا ليتس جو. لا عبد الرحمن جوالي ذهبي فك الزلف، شاحن يا ولد، شاحنين لازم. تصدق والله ما قد سمعت معشوقتي. لا نبي معشوقتي. لا اسمع هذا يود ما قد سمعته، والله ما قد سمعته، والله ما قد سمعته من صوتك. قلت هسه من قلت لي سعود ما قد سمعت، والله اني ما امزح معك، بس والله ما قد سمعت معشوقتي. طيب بعد الجولة دي يا ترى نجحت، ترى نفسنا عليه بنحكمه يا والله ما ادري. الفاصلة والله بنخسر، حتى وسكورة 9000 بنخسر. ايش ما عندي مستوى من ابوي صدق. والله يا ناصر انت صاير، ايش والله اعترف انت من رحت دبي وانت صاير خمطني من قبل دبي وانا مدبرين، ما ادري ايش فينا. شو تسوي هناك في دبي؟ تدور ارحب ابو ايه عينك العامري، عيال العامري فزنا. الله وش الجولات ذي التكافؤية. العامري لبى قلبك والله، يعني ما خلا منك يا العامري. حرام والله حرام يعني. العامري من القلب اقسم بالله. الجيش المكبسين والله اني احبكم، انتم يا جيش المكبسين والله العظيم اني احبكم، اللي تكبسون
اقسم بالله انكم فخر فخر تكفوني عيال بالله انكم وان غلاكم نفس غلا الدعمي، لان انت تكبس كانك داعم، كانك داعم وثلاث وردات. يا تذبك تذبه يا اخي، انت تلحق القطع يا اخي ناصر. شفت ناس تكذب بس نفسك ما شفت. يا ناصر لازم تضبط وضعك يا ناصر. مو انت قاعد اكلم ناصر، انت غير يا عمري. ناصر بلا ضيفوا محسن العامري شباب الله يهينكم، ضيفوا الداعمين كلهم اللي عندي وعند سعود. لينا ابدك على الريسبشن اخليهم يا اخي، نبي معشوقتي يا اخي، نبي معشوقتي. خلاص اصبر والله اغني لك معشوق بقلبك والله العامري. ليش ما تتزوج ناصر؟ لا صح يا طيب. هلا والله، نبي معشوقتي. ابشر ابشر على خشمي اللي عليها الشحم. يا بسم الله. الحين الفاصلة، ترى انت فزت جولة انا فزت جولة، هذه الفاصلة يا شباب. انا بيكم تكبسون بس الدعم ما يهم، بس انتم كبسوا والله. عظيم اني شفتكم تكبسون اني احس بفخر. تدري صار اليوم في البروفاد نسي اسمه ذا؟ ايوه جاني واحد مسؤول كبير قال اسمع يصرف ما يبي يغني معشوقتي. ليه يا معشوقتي جر القصايد مواويل، الله ليل الهواوي يستلذ بغرامات مع الفجر والعصر والخيام الليل. نوح لي يا من غبت نوح الحمامة، ايه فخري بما عشقتي لي تخبل، ويا بدات راجل ما تشيل عظامه. عظامه يا سلام ناصر يا اخي. ليش عندي لك خطه؟ نطلع للصين انا وياك. اقول شو رايك نطلع للاستديو؟ انزين الاستديو لك في الاشكال يا رجال. اطلع دراعي هو بدراع بس ما استديو هذه الحركه حمار انت ليه؟ وانا بوديك استديو. طيب بدراعك تطلع هناك غبي انت. بابا انا الاستديوهات هذه انا الفها. شفه امش يا رجال، ترى انت كل الفنانين اللي في الزمن هذا لا تسولف. شفت الرجال ذاك اللي غنى في فعاليات ابى قلبك الله يا السحابه سحابه يا السحابه يا عيال. ترى دي الجوله الفاصلة، اللي يفوز يحكم على الثاني. تكفون خلينا نفوز عليه. درب الهوى ما فيه كاسب وخسران، مشتاق وما قدر انا اشواقي ذبحا. تدري من كثر ما يصورون معي متابعين، تدري كم لقمت مخالفة؟ كم ماما؟ كم؟ انا 4000 والله ما تحد. ارحب هذا من هو؟ عيال او كذا من؟ نايف يا عيال تكفون يا عيال. نايف اسمع ولدي ما تفايز. نايف يا نايف يا بقلبك والله. نايف ومحسن العامري كلكم والله ما قصرتوا. يو سمعتي فيها بلا ازعاج ولا السالفه مزعجه سمعتي ولا لا؟ شفت ما عندك مستوى يا بابا. اصبر يا بابا شوف عندك بشيء طيب. ما عندك مستوى؟ من اللي ما عنده مستوى؟ فوني عارف خطك بوبو جاء وصل لا تول. من اللي وصل؟ أمن أرحب وصل. أنصحك لا تول خلاص لا تول والله لا تول. ألا بسولف ولا أني منطلق شنب بعد الحمد لله. لا تسولف ألا بسولف لا تول. انت فيك يا ابو سولف يعني خلاص يعني ما شاء الله وصل لا انصحك لا تسولف. وصل والله وصل. بابا با با الا بسولف يا ولد. اقول لا والله ما شخصنا بس متحمس حماس والله يا رجل. مسك درعه تكفون يا عيال راح الفاصله. تكفون تكبسون على الشاشه بس يعني ام القر ما في دبل. اوه هذا من؟ ارجع ميت. هذا من دقيقة. سحابة يا سحابة. ارحب يا نايف.
نايف لب قلبك والله يا نايف. عيال الفاصلة تكفون يا عيال نايف الفاصلة. يا نايف يا نايف يا ما عاد داعمين تكفون الفاصلة يا عيال. يا عيال تكفون الفاصلة. أنا محزن فيكم يا عيال. تكفون يا ربعي. ربعي يا ربعي. ربعي أرحم. مشعل يا مشعل. الفاصلة يا عيال الفاصلة تكفون. الفاصلة يا عيال. الباصلة 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 يا عيال خلطك والجولة ما انتهت حتى لو خسر عادي الجحفلة يا رجال الجحفلة 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 يما يما يا ربي يما 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 ربعي لا لا نايف نايف السحابة محسن العامري شروق فيصل ودعاني لب قلوبكم اقسم بالله ما قصرت شكرا لكم لب قلوبكم ما يا لما شمتك يا ولد قطر يا لما شمتك يا ولد قطر والله ما قصرتم شكرا من القلب الداعمين اللي عنده والله شكرا من القلب نايف محسن يا بعد كلكم يا بعد راسي يا امن بيض الله وجهك يا عيال تكفون ضيف الداعمين حط موسيقى حالتك يا غبي هو اللي مشغل مو بلا مشعل محسوب المهندس خويلد المري والله ونعم فهد الكل تكفون ضيف الداعمين يا ولد عيلك والله الحظر ذا الرجل الحكم الاول شوف انا كل شخص سلم معاه افوز عليه واللي يفوز عليه اعطيه جوله من حكمه جوله واحده يفوز ياخذ حقه ما يفوز شكرا الله احكم عليه الحكم الاول تحط صورتي عندك عرض مدة اسبوع ما اقدر موثق وعادي تحط لا مو بعاد لا لا مو بعاد انا افهم منك في هذه الامور واعرف الحكم الثاني مو عادي يا مسلم الحكم الثاني تعلمني كيف اسوي مقطع حلو ترند بس مؤدب محترم عشان نزله في حسابي لاني ما اعرف خلاص تم بعلمك السلام لا مو الحين الحين قدام المتابعين الحين وين الحين يا حبيبي تستهبل الحين غير الكلام بعد يا رجال طيب الحكم الثالث الحكم الثالث طول عمر تحول لي فلوس الحين اجر مرسيدس بكره وافرفر فيه واجر الساعه مع التأمين مع كل شيء ادرف بس وش ذي الأحكام ذي الاستغلالية شف مي استغلالية هذه أنا رجال الحين الأحكام استغلالية وأنا ما أرضى فيها اشتك عند التيك توك يلا تفضل استغلال استغلال ما يصلح يلا بسرعة والله استغلال ما يصلح والله مع السلامة الحكم الثالث بعد الثلاثة إذا ما رجع رب آسفين والله ده السدي بتاع طيب الحكم وش الحكم الرابع شف زياد علي أنا مو أي واحد يطلع مني هكذا دائما تسويها فيني ولا زعلت عليك خلص علي الحكم الرابع طيب وش الترند اللي أنت وش تبي تنزل أي مقطع يعني. حلو مقطع مؤدب تعلمني عليه طيب نزل فيه مقطع حلو أصبر بوريك أبي غاني يا شوق ولا شلون المخرج عاوز كذا عاد ايش تبي نسوي بك من المخرج هذا طيب اسمع تبي في مقطع ليش ما سويته انت شنو والله يصلح لك انت تحب التمثيل صح ايه طيب ليه ما تسوي ذا اي واحد احلى فهمت
عني مسويه راح شبه وخذ الصوت اسرق الصوت وسوي طيب والفكره فكرتك عاد احلى لا علمني فكرتك علم انا انا الفكره اللي حاطها اذا قلت لخويك اطلع معي 14 فبراير وقال اسمح لي مشغول انا عنده حبيبه كذا احلى فهمت احلى انت عاد انت وفكرتك عاد شو ادخل عقلك خلاص يلا جلنا بعطيك الجوله فاصله وبعد الجوله تعلمني طرقنا على خشمك خلاص بفكر انا وش اعطيك يلا يلا فكر اهلا هذه الناس مستوى بسم الله شباب بسم الله خلاص اسمعوا طيب ايش رايك على ذا المقطع تكتب اذا كلمت خويي وقال لي لا اذا شفت خويي دقيقه علمون انتم يوم لا اليوم نبي نوصل 960 يا اخي انت انسان وجهك خايس لازم تسوي نفسي تحلق دقين انت شايف وجهك والله اني حلو لو سويت الشوار والله شايف وجهك اقسم بالله انا اذا شفت وجهك عطشت وجهك ناشف ناشف اقسم بالله ناشف انت بتعجز وانت يا اخي لا وجهي ناشف وما قدرت تفوز علي شلون وجهي منتفخ والله احس وجهك شاحب كذا ما تشرب مويه انت صح؟ شوف خليني اقول شيء انا وجهي في البرامج وفي التصوير مو حلو بس في الطبيعه حلو اجي مصورك ماجد الهلال امس وجهك يسد النفس هي بلبس التيشيرت حق ماجد الهلال احنا نجيكم سكايا ايش دنا سكايا انت مو بسكايا انت اكسنت سكايا الزمن سكايا هي هي حد مثلي بات مشجن حلم طيف مرة خطافي كلنا نشجنه كلنا ذاك كلنا ذاك حب في جاش مخف نحو الخوافي ضربهم خافي لي بحب مني ومنه مثل حب الجوهر الصافي شباب بالله كبس ورد قصدي ذا الورد عيل 31 عيل 31 31 وردة الله يدنيا صرنا نخاف ان ما نقفل الورد الله يدنيا قبل ما كنت ادري عن الورد اصلا وانا اقول ليه الهلال فايز 5 همس يعود خطيب تعال دبل 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 تكفون يا دبل عيال دبل اذا ما نزل شيء في الدبل خلاص ما نبيه اجل يا ضربوا لان الدبل هو اللي ثمره اعطوها كذا واحده بس صار عندي تبلد الله صار عندي تبلد يا عيال اوه العامري العامري ربعي يا ربعي عينك والله ربعي يا ربعي عامري يا حبيب قلبي ايه هذا من ابو 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 يطحنون نرحب يطحنون تكفون يا عيال طحنون وصل ارحب ارحب يطحنون ارحب عمده كلكم بيض الله وجيكم يا تكفون كبس كبس وشيرون وصل الشيخ ابا قلبك الله يطحنون والله شوف عندي لاعب بدل الله ما تقدر طحنون ومحسن وتركي يا لبة جنبك يا حسن ريال مدريد ما فزت ايه لا احسن ها هي لا احسن ريال مدريد اول ريال مدريد وش رايك في مقطعي اللي صار اللي صار ترند اي واحد اللي غنيت فيه غنيت نزلته قلت خلني بنزله في التيك توك صار ترند ما شاء الله يا اخي صوتك يا اخي ما شاء الله بس بعطيك شيء لا انا ما قلت لك عطني رايك في صوتي اقول لك عطني رايك في المقطع في المقطع المقطع صار ترند والله اعطيك شيء يا اخي انت حط في راسك مهما تطورت في الفن لن تصبح سعود بن خميس يا اخوي سعود بن خميس ما في احد يصير مثله اصلا لا في تشتغل تتابع نفسك وتحط هدفك سعود خميس قفت في الملف الناس كلهم
ايش فيدي دقيقه دي بفوز عليك ناصر. هي اخر الثواني ترى جوله من حكم تكفون يا جماعه. مهما اجتهدت ومهما تعبت ومهما تفطنت ومهما تعبت لن تصبح سعود خميس. سعود الهلالي هنا يا عاترة من جولة واحدة حكم ضبطك ابو خميس حبيبي يا عيال جولة واحدة تكفون يا عيال تكفون. اوه شروق شنو شروق انت؟ هلقم من هو ذا؟ جولتين اقول الخلا بس جولتين هذا منه هذا منه دقيقه هذا منه هذا من هو ذا يا عيال؟ شوق اطلع لي شوق يا شوق اب والله قلبك يا شوق شوق يا شوق اب قلبك يا شوق شوق وطحنون ومحسن وتركي عيالك تقضي قدامي عيال بالله ضيفوا الدعم ضيفوا الشروق وضيفوا طحنون ضيفوا محسن بالله ضيفوا الدعم الله لا يهينكم اللي عنده عنده الكره ضيفوا الدعم عندك عنده عندي ضيفوا الدعم شروق يا بعد راسي مساك الله بالخير. الحكم الاول اقول نسيت الحصانه ذيك مو بحصانه والله مو ذي اللي قبلها قبل وش حصانته تعال وش حصانته ايه حصانه بيني وبينك اي وش حصانته طيب ليه ما علمت من اول عشان ما يدعمون طيب انت كذا تخسرهم هم ما تخسرني انا في حصان ابي لك الفائده يا بابا ابي لك الفائده يا عمري انت يا قلبي اي بس هم الحين يحطونك في فروسهم كان علمت من زمان طيب ما عندك حصان اصلا كذاب انت اي والله شلت شيء ترى في ناس يشجع ابي لك الفائده تعال ها ناصر الجولة الثانية ترى الطيارة ما في جولة ثانية أنا فزت عليك خلاص حكم الأول وش حصانته؟ حصان حصان أنا يا بابا ايش كذا؟ حصانة ايش؟ حصانة في حكم أول لعبتني إياك والله في حصان حصانة يا يعني هو عنده حصانة ولا ما عنده؟ أنا والله إني ما أدري ترى ترى والله إني ما أشجع الهلال بس لابس عشان صديقي ماجد أنا ما أشجع أي فريق ارحب لبة ابدك سهيل العام يا حي الشوف حياك الله يلا الجولة فاصلة يا تبي ما في جولة فاصلة يا ورع نفذ الحكم والله يا اخي عندي حصانة لا قدرت تروحها كذا يا اخي بعطيك اي حكم المهم انك تنفذ اي حكم الحكم انك تغني اغنية يبونها الدعمي يلا حكم سهل بس اهم شيء انك تنفذ طبعا الدعمين اللي عندي أكثر أغنية يكررونها تغني كل يوم انت دلاء يا حظ بابه لا فتح ورحبت بصالته يا حظ يا من حلب والله حلب معشوقتي خلاص لولا كفوفا بس يلا هات يلا طيب نبي أبيك تغني طال عمرك الغزالة رايقة يلا كيفي يا غني كسبيكة يلا هذا الحكم الغزالة حكم وانت جالس كفو عليك ولا لا دقيقة أبيك تغني غيابك كل هالعالم دروا عنه تعرفها كلمة الرجال واحدة يا رامز طالبك طلبة لا تردني طلبة غير بس تراك طلبة يا ردي ما أعرفها غصب أحلفها أنا طلبة خلاص يا بابا سهل طلبة خلاص يا بابا يا شو شوفوا تكبيسنا 700 ومدري كم من حكم ها انا ما يهمني تكبيس انا اشوف العدد وشوف التكبيس اتضايق نا اقول نايمين ذولا ولا السالفه يا في
يا دنيا فراقة يذلني جنت عني شيء أساسي إلك فدوى يروح راسي هذي عندك سنة وبتزعل راح أموت من القهر أيام تنساني ولا تسأل وبد من جرحي لا تخجل هذي عندك سنة وبتزعل راح أموت من القهر أمر بمحبتك ضاع ما تدري بي من فترة عندي إحساس تضحك علي ليلي نهاري أبكي تخليني من عيني تجري دموع ما حد بكى يا عيالتك فون ضيف الدعم يلبى عينك والله يا الله الورد الله يلعب حالي طلاقني نذر اني دخل جو يا عيالتك فون دبل الحين دبل يعني والله انا دخلني جو الزك مضاعف تك ولا توقف ترى من ترى من حكم واحد تراك ما نفذت حكمي لا تنسى بغير الحين مثل ما غيرت الحكم انت الطلاق دخل جو بالله يا ترى اي بخليه ينفذ الحين ما يعني بالله ورد حلو كمل دبل تكفون تكفون دبل ناصر شغل الغنية ناصر شغل الغنية ناصر نبي نكمل واقول تهون دبل 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 كبسو 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 يا كبسو ترى التكبيس في الدبل يصير يصير دبل يعني بابا 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 با با با. ارحم افا يا غرامي يا غرامي احفلنا يا الربع 60,000 جحفلنا يا الربع قبل شوي تكفون يا عيال ما كملنا ما كملنا الدبل لنا يا لبت ما كبلتوا يا حليل يا لبت فوت ناقص ورده بس انك سويك انت دبل ما تقدر يا عيال تكفون ضيف بيض الله وجهكم يا عيال ترى انا الان من مستقر في المكان اللي بس فيه هذا بس يعني ان شاء الله انه يكمل تدري ناصر بقولك سالفه يا جماعه امس رحت بالوينترلاند كملت انت شحنت والله دائما اشحن ترى عشان اعطي نفسي ورده اساعدكم بس ذا المره ما شحنت يا رجال تشحن يا رجال يا ابو طيب بالله كمل اللي قبل شوي الله يطول بعمرك خل عني التحدي خلاص بتحكمني الله يرحم والديك احكمني لا لا ان شاء الله ان شاء الله تحكمني 100 مره ما همني اخلص بس بس كمل تكفى الاغنيه اللي قبل شوي لا دبتك حقني ذا سلالي الا لم مو بيك بيا دي اسماء الأغنية أصبر وأقول تهون بس المصيبة شلون ما بقت عندي عيون أرحب صالح فز 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 بس غن صالح يا صالح ويلكم فز بس يا بعد راسي والله يا صالح الجحف العيال تكفون ترى كل شيء وارد ترى ماني بيمل ماني ها تو 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 ما عليك شيء العب سبتك يا صالح هذا صالح يا صالح صالح يا صالح يا طناخه طناخه يا طناخه والله وغناك طناخه يا طناخه لا اسمعني قوي كذا والله جت سلام لب عينك اقلع من كي وجه الله لما تبنك يا صالح اجعلني ما خلا منك وش عذره الله يرحم والديك اجعلني ما خلا منك في ذمتي الله لا يهينك انت ونايف يا رب كي اتش وال كلكم والله كلكم شروق لما تبنك يا صالح والله انك اخذتني يا ولد صالح الله وش حكمك
يا وش حكمك؟ يعني ما خلا منكم والله، لاني بروح لسامة، وسامة مدري شو بشوف، بشوف سامة شبي وعد برجع لك. تكتب ما تبيني اغني؟ ادري ان صوتي مخيس بس خلني اغني يا اخوي. صلاح، لا صالح، مدري صالح، اكتب لي اسمك الاصلي، اكتب لي. لا 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 سلي، بيض الله يجيكم جميع. تبيني اغني؟ لا ناصر، لا تتكبر على ابو رجه. والله بدخل مع ابو رجه، والله بدخل معه من عيوني، من قبل من عيني هذه قبل. يا جماعه الخير، والله بدخل معه، ابشروا. تعلم الله تراكم كذا تقطعون رزق الاولاد، خلوه يا اخي. اي والله يا ولد، والله العظيم والله عادي يا جماعه، والله الامور طيبه، واللي له رزق في الدنيا هذه بيجيه. والله عز روبه. وما تدرون انتم مش داخلين يا اخي، انت ما تدري، يمكن الولد يا اخي هو مو شرط انه يقلد ولا يقلد، عادي يا اخي، كلنا مشعل موده، كل الناس يمكن عارف. شوف شوف هو يمكن انا ذا البرنامج والله العظيم، وانا اقولها قدامكم قدامكم، الا من رحم ربي، كل ذا البرنامج دي الا من رحم ربي، الا من رحم، كلها بوجهي يا اخي. لا انت بالطبيعه تقول ذا مو لله، ناس كثير ترى كذا، يعني ما تدري عن نوايا الناس، والله ما تدري، ناس تطلع لك بوجهين، خصوصا في في الشهره، الا من رحم ربي. يقولون انه يقولون انه هو كان في البرنامج ذاك اصلا. ايه كان هو، اذكره الله يوفقه، الله يوفقه، الله يوفقه يا رب، يسعده وييسر امورك كلها. اذا ما عندك حسن نيه وقلب صافي نظيف، والله ما الله يوفقك. انا اعلم الله، والله يا اخي جوني مشاهير، انا اشوف لما يجون يتكلموا معي اشوف نفسي مغفل. يلا بروح الميت ناصر. حكم الاول، خلني اغني وسلك لي وروح. لا لعبك، انا اقول لك غني وانت ما تخليني اغني. عندي حكمين ناصر، علمني شو سويت. علمني وقل وشلوني، تكفيني لو تسويها. ناصر اسمع اسمع، انا ما راح اسك، بروح الميثا، عندي حصانتين، تدري حصانة الاولى. طيب اسمع ذي، اسمع اسمع، انت الدنيا بال غيابك كل هالعالم دروا عنه، كثر ما هي من دموعي تواسي، انا لي قلب طيب ليتك تحنه، تهديني وتضحك لي وترضيني، تهديني وتضحك لي وترضيني، تبسم بسمة الغالي من السنة، زين خاطرك خل الحزن فيني، ترى وجهك رضا وفي بسمتك جنة. حبة واحد السعود خميس ولا نص حبة تمشي مورك. يا عيال في شوفة نفس، يا عيال في شوفة نفس. أزل أبو خميس، أبو خميس إنا نمدح والله العظيم، إن أنا أعترف ان ابو خميس عارف انا أنا, انا انا بس تبي الصدق، والله تعجبني تعجبني ثقتك بنفسك الصح. قصه ثقه يا جماعه، والله والله العظيم ابو خميس يعني الاول في الصوت صح، هنا في البرنامج هذا الاول، بس اني تعجبني كذا الكريم كذا، شايف عمره شوي، فهمتوا؟ لا لا مو قصه كذا، شوف انا احب شايف عمره في الصوت فقط. لا لا احب احب انافس والله، امس كنت في يوم كنت بال شو اسمه يقولون في يقولون في واحد احشرك دخل مع قست احشرك في الزاويه، كيف بالصوت؟ اي واحد دبدوب دب شوي، يكفي ناس صوتها حلو بالعكس، احشرك في الزاويه يا رجال. صح 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 صح. اسمع مسوي عيال شفتوه انت، انا شايف في الاكسبلور انت شفتوه، حشرني احشرك في الاكسبلور، انت لن تصبح ابو خميس، لن تصبح ابو خميس صح. زين اسمع، الوينترلاند جيت جيت الشخص اللي يقطون كوره، ما ادري ما حد مهتم. طيب يلا مع السلامه.